وجدت يعني في انا اشرت المره الماضيه كمان لاقبال المراه. انا ابدا من في تسجيل الملاحظات من عين بعثه الجامعه العربيه في اليوم الاول في الجوله الاولى من الانتخابات الرئاسيه. اول ملاحظه اقبال المراه، نفس اللي قلناه في الدستور لو تفتكر. بس هالمره انا بدي احكي شيء ثاني. انا بدي اقول لانه المراه هي صوتها سيوصل المرشح الى انا عاوز اقول بنسبه 54 مليون يحق لهم التصويت في مصر. يعني اقل شويه، صغيرين جدا، لكن 54 يعني 53 مليون 909,306 909,306 واحد يحق لهم التصويت. بنقول 54 مليون، من ضمن ال 54 مليون 25 مليون امراه. يعني 25 مليون امراه، من يضمن ال 25 مليون امراه هيخش على كرسي الرئاسه وهو مستريح؟ لا مش بس هيك، معاه حمل ثقيل اللي هو ما هي متطلبات المرأة وبده يحقق لها. ده بعدين رح نتكلم فيه بعدين، لكن أنا أول ملحوظة لحضرتك إقبال كثيف للمرأة. إقبال كثيف للمرأة. الملحوظة الثانية. الملحوظة الثانية كان في طبعا ما زال في لبعض المرشحين في خارج القاعات كان في دعايات انتخابية. استمرار الدعايه الانتخابيه في لبعض المرشحين، هذه لبعض المرشحين دي ده تجاوز او مخالفه. انا بديش احكي بس على الملاحظات السلبيه بصراحه. أنا ليه ما نحكي على السلبيه؟ لا، في عندنا ايجابيه كمان، ليش ما نحكي نحكي على السلبي والايجابي؟ يعني انا بحكي على السلبي. في بعض المراكز ما كانش في قوائم موجوده للمرشح، خلو بعض المراكز من القوائم.